يا الله يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلينا المغرب واستغفرنا وحمدنا الله وشكرنا وجينا عند النار. متضايق يا زلمي، انت بني ادم لازم تقتنع انه انت بني ادم عرضة لكل اسباب الشقاء في هذه الدنيا، لكل اسباب الشقاء والتعب والقلق والارتباك والحيرة، كل شيء بيجيك. ما هي دنيا؟ لا تشكو من ضنك الحياة وبؤسها، هو طبعها طبع الحياة عجيب، فانظر إلى الأشواق كيف تبددت، يشكو إليها في الخفاء حبيب، وانظر إلى الأوطان كيف تجزأت، من خائن عند العدو يطيب. الله عليك يا أبو أحمد لما تتألق وتحكي شعر وانت بتقول لا تشكو من الحياة وبؤسها، وانت قاعد بتشكي من الحياة، شلون صارت معك ما بدريش. الشعر تنفيس، الشعر تنفيس، ومرات انت بتكتب الشعر مشان تنصح غيرك وتنصح نفسك. يعني انت لما تشكي بينك وبين نفسك وبعدين تيجي تكتب لك بيتين شعر لايقات لا تشكو من ضنك الحياة وبؤسها، هو طبعها طبع الحياة عجيب، كأنك بتخاطب نفسك. وهاي من يعني أجواء الشعراء أنفسهم، بخفف عن حاله بكتابة الشعر. نعم صحيح، لأنه الشعر يعبر عن مكنونات الداخل، سبحان الله. ولذلك كان الشعر يعني عند العرب قديما هو عبارة عن الصحافة والإعلام، هو عبارة عن محطات الأخبار وسير الناس بالشعر. الشعر يؤرخ، يا سلام، الشعر يؤرخ ويكتب الأحداث. قديش عندك ناس من القديم لحد الآن أنت بتعرفهم وبتعرف سيرهم وبتعرف تاريخهم واللي صار معاهم من وراء القصائد والشعر، زي قصائد المتنبي مثلا، زي قصائد عنترة بن شداد، شو اللي كان يصير بالحروب وبالمواجهات وهكذا، قيس بن الملوح. الشعر جميل، الشعر جميل. المهم نرجع لموضوع النكد. بنرجع لموضوع النكد يا بعد قلبي، لا تخلي شي ينكد عليك، واذا اشي ينكد عليك عادي، ترى عادي، لا تتضايقش، ما انت بني ادم عندك احساس وعندك شعور. والشغلات اللي بتنكد بالدنيا كثير 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 كثير، فانت حلو تكون على دراية بهذا الموضوع. معظم الناس بتعرف هذا، في ناس بتتحمل وفي ناس ما بتتحمل، في ناس من شغلة بسيطة بتثور وبتفور، وفي ناس بقعد سنوات طويلة بالمعاناة وبتحمل لأسباب معينة، ممكن يكون بيضحي بشيء معين مشان يحافظ على إشي ثاني. بعض الناس بتغلب وبتعب. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله تكونوا من الناس المبسوطين البعيدين عن أي مشاكل
البعيدين عن أي شيء بيعكر عليك صفك ومزاجك وراحتك. أي نعم صحيح. على كل حال لا هيش النار كثير، هيش النار يا أبو أحمد صارت يعني كثير لايقة مش طبيعي. أنت إذا عندك متضايق اتفرج على أبو أحمد اتفرج على أبو أحمد. إذا أبو أحمد متضايق اتضايق معه، إذا أبو أحمد مبسوط انبسط معه. الآن أنا مبسوط خلاص، طلعنا من الجو وهي الوضع مليح. على كل حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.